هل يجوز سبعة أيام بخصوص الحج ينفع نخرجها فلوس عند الرجوع من الحج؟ لا يجوز. يقصد قول الله تعالى: فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم. صيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم. الثلاثة أيام في الحج صامها، ويريد أن يخرج هنا أموالا مقابل صيام السبعة أيام، لم يرد هذا ولا دليل عليه.